بسم الله، هنعمل النهاردة ان شاء الله كبدة حلوة قوي، احلى من بتاعة العربيات اللي الولاد بيجروا عليها. في خلطة حلوة قوي، تجيبي بصلاية كبيرة وطماطمية كبيرة وفلفلتين كده رومي او فلفلتين حاميين كده ورشة فلفل اسود وجنزبيل وبابريكا وبصي توابل اللحمة وملح، وبصي حاجات يعني حطي التوابل اللي انت عايزاها براحتك يعني، ورشة كمون كويسة كده. ايوه بالظبط كده، وعصرة ليمون حلوة مش كتير يعني عشان ما تعملهاش مزازة، هي على نص ليمونة كده كويسة. بجد الخلطة دي حلوة قوي قوي قوي، بتكبر كمية الكبدة فاهماني، بتديها بتخليها كتيرة، والولاد ما بيحبوش فيها كتير دايما الخضار يعني الفلفل او البصل او الحاجات دي. نرش رشة زيت حلوة كده برضو ونقلب كده تقليبة حلوة، هتدعيلي بأمانة بأمانة في الخلطة دي. ونقطع الكبدة صغير ونحطها عليها ونقلب تقليبة حلوة، نقلب ندخل المكونات كلها في بعض وبعدين نسيبها على جنب. الريحة حلوة قوي، نكون مسخنين طاسة على النار من غير حاجة خالص لان هي فيها زيت، وننزل عليها بالكبدة ونسيبها، ما نقلبش كتير عشان لما بنقلب كتير بتنزل مية كتير، دايما اي حاجة ما نقلبهاش كتير على النار بس، ونسيبها على النار كده شوية. الريحة رهيبة بأمانة يعني، الريحة حلوة قوي، بس نسيبها لما تنشف خالص زي ما احنا شايفين كده، تنشف ميتها خالص. في نفس الطاسة نجيب شوية زيت بعد ما نحش الكبدة، وننزل ببصلاية مقطعة صغير برضو وفلفلية مقطعة صغير فاهماني، في نفس الطاسة عشان تديكي طعم الكبدة والتشويحة بتاعت الكبدة يعني، ما نغسلش الطاسة. وننزل بمكعبين مرقة ورشة برضو فلفل اسود ورشة ملح عشان الخضار ياخد طعم كمان، بس كده ونقلب تدبل بس تتبيلة بسيطة، وننزل عليها برضو خلاص كده، هي احنا قلبنا خلاص دبلت، ننزل عليها بالكبدة اللي احنا شلناها من نفس الطاسة، ما نشيلش الطاسة ونغسلها، صدقيني هتفرق كتير قوي لان هتدي تشويحة حلوة كمان للبصل وطعم البصل والفلفل من الكبدة، بتفرق قوي يعني. نقلب وندخلهم في بعض خلاص كده، حلوة جدا الخلطة دي بأمانة يعني. نعمل الطحينة كمان في البيت، هنحط معلقتين كبار طحينة، معلقتين حلوين كده، نص كوباية زبادي، الزبادي بتخلي الطحينة حلوة قوي ومتكلكعش مننا خالص، نص كوباية كفاية لان دي كوباية كبيرة. وننزل بشوية خل، حوالي 3-4 معالق خل على المعلقتين كبار الطحينة ونص كوباية الزبادي، نقلب نقلب نقلب، ننزل عليهم بعد كده في المية رشة كمون، رشة كمون حلوة ورشة ملح، وننزل من المية بقى عشان نفك الطحينة، ما نخليهاش خفيفة، نخليها سمكها تقيل علشان ما تنزلش من سندوتش كبدة، ما نخليهاش خفيفة حلوة قوي الطحينة بالزبادي يعني، دي مش حطلها توم. وهو بالشكل ده، حطي بقى جرجير بقى ودلعي سندوتشك فاهماني، انت اللي هتاكلي بقى انت وولادك، دلعيهم ودعيلي ماشي. نحط الطحينة كده، حاجة بأمانة بأمانة خيال، وتوكليها بالولاد كده بالهنا والشفا، وهتبقى يعني ايه خلطة حلوة، وبتكتر الكمية ما شاء الله يعني، كمية كبيرة قوي، تعملك حوالي 40 رغيف، 40 رغيف على ضمانتي وبألف هنا.